والشمس جاي نوره عم يدفينا. جمعتنا الصدفة وصرنا اي سميحة. اي حبيبتي. لا انا مو بالشغل هلا طلعت. انتي ومين؟ عليان معك يعني. اي خلص خلص مثل ما بدك حبيبتي. انا؟ لا ما فيني شي، بس واحد غليظ عم بيلحقني. شو بده؟ لا ما عم بحكي معك حبيبتي، خلص يلا روحي. باي باي. لا ما فيني شي. باي باي. وبعدين معك. وبعدين ايها تفضل تفضل. سلولي سلولي سلولي. مرحبا شريك. شريك إيه؟ شريك جود موفي انيميشن. لك يبعت لحتفة للي قالت لأمك مبارك ما إجاكيش قدك جدفي. لك ايش عم بحكي لك افلام كرتون؟ انا قصدي يعني انه انا وانت سمسم سمسم. شو بدي افهمك يعني بارتنر بارتنر بارتنر. لكن بارتنر هلا انت ايش بدك بلعي هذا كله؟ ار يو ريدي فور وين؟ يس I'm ready. Kumar, every day ready. ليا إن شاء الله بنبرك نتناقش بشراكتنا ومواضيعنا الحيوية هون على دار السيارة. رح مو أنت صاحب رأس المال؟ تكلم. أنا ماذا تكلم؟ أنت تكلم yes. I said yes. Are you understand? Yes, I understand. Ready? Yes. هلا مو أنت صاحب رأس المال؟ Yes. كثير منيح. Very good. طيب معناتها خدنا عزمنا على شي مطعم نسند فيه جوعنا ونحن عم نتناقش بشراكتنا وبالمشاريع. يس فيري جود. تعرف لك شي مطعم حلبي بيعمل كبه وما كبه؟ يس yes. كبه بسفرجليه؟ يس yes. ايش عم تستنى؟ لك ليش واقف؟ لك اوامري اموت من جوعي. يلا روحي يلا. بس وينها؟ ما تشغل لي العداد؟ يس yes. ديرو
عجبكم المحل؟ كثير حلو المحل، عن جد مزوقين انتم كثير. والاحلى من المحل الصدفه الحلوه اللي اجتمعنا فيكم بالمول فيها. اي والله شو رايكم ناكل؟ انا كثير جوعانه. اي والله انا رح اغبى من الجوع. شو بتاخذوا جايز؟ تاكلوا سمك؟ لا نو واي نو واي. اصلا انا عندي ارساء من اي شيء يعيش في المي. ليش يعني؟ لان تبون الصدق يا جماعه الخير، انا اخر مره اكلت سمك ثاني يوم رشحت. من السمك؟ انا بعرف الواحد بيتحسس من الجو، من السقعه، من البرد، من الربيع، مو من السمك يعني. شيء ما بينفهم. ما ادري بس انا عندي عقده، عندي عقده من هالشيء، كل ما اكله احس اني يجيسني ارساء. شو هاد؟ ارساء وات؟ طيب بلا السمك شو بدنا ناكل؟ سميحه شو رايك بالفاهيتا؟ مش طيب الفاهيتا؟ انا موافقه. لا 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 الله يخليكم، بلا فاهيتا خلص، من دون الفاهيتا بنكنسلها. ليش؟ شبه الفاهيتا كمان؟ شبه الفاهيتا؟ اخر مره اكلت فاهيتا صار عندي اعتلال في الاعصاب، اعتلال. شوف سلامتك، الف سلامه. طيب مان والحل يعني؟ لازم نلاقي حل، لازم ناكل شيء. قومي خلينا نسير الحمام. عن اذنكم تكي. ولا يهمك تكتي. شادي رح اطلب لك هلا المينيو، بتحط خط تحت كل اكله بتسبب لك ارساء او بتعاني اتجاهها من فوبيا، ولا تفضحني مع الصبايا الله يخليك. ها حتى المينيو بخاف منه. ها ميت بليز. ليان شوي شوي رح اوقع. شو بدي؟ لقيتي سموحة؟ لا لا تقولي لي هذا تبع الارساءات، لا تجلطيني. اي ارساءات؟ لو سمحتي اسمها شادي. عفوا سوري سوري شادي. شو بو؟ يعني ما احس بيني وبينها شي كيمياء غريبة. ليان ما صار لك عندي معه غير خمس دقايق بتقولي لي صار كيمياء؟ يكفون الخمس دقايق وزيادة بعد. روقي روقي واسمعيني. ما اقدر، حبيت لسموحة بلاش. حبيتي؟ اي ما شفتي كم مرة مسح السكين والصحن؟ زين منو منا يكره النظافة يعني؟ لك هاي مو نظافة، هاد وسواس. ما شفتي بعد ما سلم علينا كيف حطت شو مسح ايديه؟ والله ما احق، شوفي ايدينا كلها ميكروبات. لا مو اجل منه الا انتي. سميحة بليز ساعديني، انا لازم الفت نظرة باي طريقة، شو اسوي؟ اخ منك اخ. سميحة طيب تصارفي، ابتسمي، كوني خفيفة ظل. كيف؟ يعني ابتسمي له ابتسامة ظريفة بطرف تمك كذي؟ شو انت بدك تاكلي؟ عم قلك ابتسامة خفيفة يعني هيك طلعي فيه، تطلعي هيك كذي؟ حفظتها. وشو بعد؟ ورجي انه في اشياء مشتركة بيناتكم، يعني فوبيات، لانه هو ما شاء الله عنه كله فوبيات. قد ما بتأذي ورجي انه عندك ارساءات. انزين ارساءات مثل شو؟ ورجي انه انت ما بتاكلي تفاح لانه في بذر بقلبه، ورجي انه انت عندك مشكله مع السشوار، ورجي انه عندك مشكله مع السرعه، مع الشعر، مع الاظافير، معي، مع اي شيء بالدنيا. اوكي سموحه وين سايره؟ قعدي بعد ما دربنا على الابتسامه. كذي زين؟ لا انزين كذي؟ وكمان لا سموحة انزين كذي؟ بقى شو رأيك بهالفكرة؟ منيحة بتقطع. هاي نور. هاي جيت بوقتك جعانة كتير. اي فوتي جبت لكم أكل بالمطبخ. ايه لسه هلا أكلتي ساندويتش هالقد قدها. ايه حبيبتي أنا عم فكر كتير، يعني عم بصرف فوسفور مخي. لا إذا هيك كلي. ما بدكم تستنوا سميحة وليان؟ لا حبيبتي لا تستنون، هن حيتغدوا برا. ايه وانت شبكي هيك مو على بعضك؟ ولا شيء، بس في واحد سائل لاحقني. ايه ما يكون حسام بده يعمل لك سربرايز. لا مو حسام، اساسا انا اليوم بالشغل عشوائي كنت رح انجلط. طيب شو في نور احكي لنا؟ ما بعرف من وين طلع لي واحد مهووس بشغله، احزره شو هي؟ بالفن. نت. حبيبتي النت مو هوس، النت ادمان. غيره. خلطينا نور بقى بسنجاب. بسنجاب هاي الفكره. نور مسكتيني طرف الخيط حياتي انت. هلا انا صار لي ساعه عم بحكي لك قصص وافلام ومسلسلات وجبت لك ديفيديات بهديك الحزبه، وهلا طلعت نور اللي جابت لك طرف الخيط. اسمعوا اسمعوا
تخيلوا معي، سنجاب جاية من كوكب تاني، عطارد، الزهرة، المريخ، ما بتفرق، بس سنجاب مش طبيعي، سنجاب مفترس. ولي بيجي على كوكب الأرض بتبلش الإبادة بينه وبين البشر. لحظة لحظة نانا، بس فهميني كيف ده ينزل على الأرض؟ نور قطعينا إياها معلش، بيجي بمكوك فضائي. أيوة، وشو بده يطالع السنجاب على المكوك؟ كي نور، المخرج هيك بده، بس أنت متخيلة معي قدي حيكون في مشاهد أكشن لما يكون السنجاب هربان والعالم لحقينه بالقوس والرمح والسيف. إيه، وأكيد لازم تعملي له بطلة بيحبها. سنجابة. آه، إيه سنجابة بعينك. إيه لأ طبعاً، لازم تعملي له حبيبي هيك تخليه يحب الأرض ويتعلق فيها. حلو حلو كتير، وبالآخر بتنحط قدام أمرين، يا إما بتخليه عضة وتموت وإلا هي بدها تقتله. إيه ما حبيت. إيه ما ضروري تحبي، أنا فيت أكل. هلأ ضروري تحكي قدام عن السنجاب، ما طلع معك غير هالقصة. إيه أنا شو بيعرفني، رح تلقطها وتعملها فكرة فيلم. وهلأ شو بدي ساوي، يا بقتله للسنجاب يا بموت. إيه والله مو حلوة بحقي، بأول فيلم قتل سنجاب حباب وحلاوة وكربوش، شو بدهم يقولوا عني العالم؟ آه ميدو حبيبتي، هذا سنجاب شرير، ما سمعتيها شو قالت؟ إيه ولو، بكرة جماعة حقوق الحيوان بيقوموا علي وبيرفع دعوة. حلي عنا يا ناقصنا مجانين. لك يضرب حظي يضرب، يضرب حظي يضرب. لك يسموني ميديا. اجيب بعد شوربه بس بلا زود لي البهارات لاني ما بحب البهارات كثير. اوكي شو عن بليز بي ريلاكس بي ريلاكس اكثر من بي ريلاكس. اسفين تاخرنا عليكم. ايه شو اتفقتوا؟ طلبنا شوربه وسلام. شو اشوى اشوى اشوى، انكم ما طلبتوا شيء له علاقه بالدياي. الحمد لله. لو سمحت ممكن معكم احط لك ولا لا؟ احط لي بس. تفضل. ليش تيتي حتى عندك ارسام من الدياي؟ هي والله تصدق فوق ما تتخيل، يعني مجرد ما اني اروح ريحه الدياي شي احس يعني سوري منكم بغثيان. زين شو السبب؟ اكيد في سبب، اصلا ما في ارسام من دون سبب. قصه طويله بس اخاف تضحكون علي. اقول يوم كنت صغيره وانا ياهل يعني شفت سوس قاعد يطلع من بيضة وشي، مجرد ما أني شفتها لعت شبدي وخلاص من يومها ما أكل دياي. عفواً أنسي ليان، بس بهي الحالة لازم يكون معك فوبيا من البيض مو من الدياي. ترى البيض من وين ياي؟ من دياي. على فكرة ليان مو بس عنده إرساء واحد، عنده مجموعة إرساءات. هاي يا ريت. يا ويلش كثرة الجرثة من الإيد. خذ أيها الطبوش المتوحش، فكرني ما رح شوفك؟ لأنه ما ظابطة، لازم أحكي لك فصحى. أيها الطبوش، سأقتلع جذورك من فؤادي وسأرمي بعيداً عن فكر الماضي، وظلال الشوق التي تلاحقني سأمحيها من قواميس حياتي من أجلك أيها الطبوش اللعين. ولك مار والله 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 انسلت عافيتي وأنا راقد وراك من موضع لموضع على أساس اخدني على مطعم حلبي. بس هذا شو هذا؟ هذا مطعم حلبي ايه؟ يس. لك ابوس اجرك، ابوس ايدك، هاج تقول لي يس، ايش مالك حفظان غيره؟ رح تجيب لي الجرطه ولك كومار، خيو من هون رايح نو يس، قل لي اي شيء بس بلا اليس. هذا هذا مطعم حلبي، ايش الريحه؟ كثير ريحته غريبه. ما بدري. ايش روحي شو؟ هذا ريستوران انديا، فيري 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 جود فود. ريستوران انديا فيري 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 جود، مبين من ريحته. ما بدري. ايش روحي شو؟ تي انا لازم تكلم سبا سبا مشان مشروع سبا سبا. كومار انا جايب لك هون معي بالدوسي مجموعة دراسات وجداول اقتصادية لكذا مشروع بده يخلينا نطلع لفوق 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 لفوق. خليفة توار؟ لا اينا خليفة توار، انت الثاني يعني اوطب شوي، بدك تقول يعني برج العرب. ايش رأيك بمشروع المنحلة؟ What is of meaning؟
منحلي شلون بدي اقول لك يعني منحلي the house of the نحلي يعني شلون اقول لك وز هيك صغار هيك مثلي لابسين اصفر بس مخطط بالاسود الا بالاخير هيك شغله يعني بقولوا لها بالانجليزي بي بيز بيز اي دونت لايك ات بيز كومار اسوسيير اسوسيير بيني وبينك كومار انا كمان بتحسس كثير كثير من هدول البيز كومار اشي بابا اشي ايش رايك بمشروع السط المتحرك هذا مشروع مضمون الربح فيه 200% منفلت لنا كم هندي بشوارع دبي كل واحد منهم شايل له سطل فيه شوية مي بالحارات بين البيوت بوصلوا بهاي السيارات الله مشروع ربحان 100% وهيك نحن بنكون عم نقدم خدمات للزباين هن باركين ببيتهم عم بلعبوا بهالريموت كنترول ولا على بالهم ولا على خاطرهم وشوي شوي بنوسع الشغل كمان بلش بنقدم لهم خدمة تغيير الزيت نفخ الدواليب كل شيء كل شيء بوليش بنعمل لهم وهي دراسة الجدول الاقتصادية تبعه أنا عملت اللي لازم أعمله أنا عملت اللي لازم أعمله إلا شو يعني مبسوطة طب وجه إلا شو يعني مبسوطة أنا ما تجوزت كرمال المصاري أنا تجوزت كرمال أمي مالصابطة تتجوز علي مشان هيك رح أطلع لك شو بكن انتو فيها؟ ليش صوتكم طالعة؟ يا نور هي كبرت لي راسي شو؟ مشان الله بلا اوبرتك نانا هلا لقيتك لا عملتي انا كسرت لك راسك تعي نانا لشوف تعي رجيني حبيبتي ايه ما فيها شي شفتي كيف بتأوفر؟ امشي معي حبيبتي لأربط لك راسك بالمفتاح واعمل لك عصير فريش نور وانا كمان احسب حسابي بكاسة شاي بلا سكر كمان ميديا حبيبتي حبي الأوحد أنا اليوم فرحانة سعيدة طايرة مستانسة اليوم أعتبر عمري انخلقت من جديد يا سلام عم تفهمي شي؟ طولي بالك لسه الخير لقدام كملي حبيبي كملي لقيتها يا ميديا مينوها؟ نصف الآخر طيب ايش رايك بمشروع الارجيله المتحركه ارجلني كيفني انت مو بتعرف الارجيله شيشه ايوه هذا الشيشه يا عيني يعني كيف ذاته وخبزاته اكزاكتلي زبون دقنا تليفون بقول بدي ارجيله زبون نحن بناخذ له اياها بنوصل له اياها دليفري عرفت علي شلون ومشان يكون نحن عرضنا اقوى واحد بالعالم بنروح بنعمل بالاعلان انه مع كل راسين بنقدم له الراس مجانا ومنقل فحم كويس بابا أدري ليش راحي ليش؟ لازم مشروع سبا سبا أنا أنت لازم زبون بيجي ولازم أنا أنت بيرو زبون لازم مشروع تاني خيوش دالة إيش رأيك نشتغل تحت؟ وين تحت بابا أدري؟ بالمجاري والبلليع عندي معلم صحي أستاذ أخو أخته بابا أدري مجاري بعدين انا مسخره كلنا فرندي مسخره انا لك كومار ارحتني ها والله ارحتني لك هيو انت شو مفكر لي المشاريع شو مفكر لي يعني انت شو محسب يعني بدك تسوي لك هيك شي جزيره تشتري لك شي طيارتين ثلاثه تركب فيهم ولا بدك تعمر لك شي ناطحه سحاب ازتك من فوق او اخلص منك بقى بابا ادري ايش روح ايش انا افكر هيك افكر انا في فلوس وايد فلوس لازم مشروع كبير بيك 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 مشروع طيب ابوس ايدك ابوس اجرك خرج تفهمني قديش راصد مبلغ لهذا المشروع لحتى اعرف اين مشروع بيناسب هذا المبلغ اللي رصده حضرتك حفر وتنزيل بابا انا في 5000 درهم ايش شو
يس بابا. 5000 درهم؟ لك يبعت لحتفل اللي قالت لأمك مبارك ما إجاك وبا. بابا أدري. إشي روحي إشو. إشي مبارك إشي مبارك. طلع في فوبيا من الأسانسيرات تخيلوا؟ أوف. ما يقدر عليها أبداً يضيق نفسه. يقول عنده عقدة من أيام الطفولة أو أنه علق في الأسانسير وهو كان صغير تخيلوا. صراحة شيء يخوف والله معه حق. طبعاً معه. سموحة أنت وياي؟ وياك. وتخيلوا حتى من درج الكهربائي عنده فوبيا. ليكون نكهرب منه بزمناته. لا بس أنت متخيلة كم إيد تنحط عليه في النهار؟ أنت مثلاً ترومين تطلعينه من دون ما تحطين إيدك على الدرابزين؟ لا ما بظن. إنزين خلونا نحسب مع بعض. إذا في الدقيقة يطلع 20 ريال وسطياً هذا يعني في الساعة كم؟ إذا الساعة فيها 60 دقيقة ضربي وياي. إيش ودرس الرياضيات هو؟ أنت قولي الحين. 20 درس 2 1200. والألف ومتين عندهم إيدتين يعني كم يطلع؟ 2400. الحين أنت تضمنين 2400 إيد ما فيهم مكروبات، ما فيهم جراثيم، ما فيهم فيروسات؟ لا هذا أكيد معقد نفسياً. معقد نفسياً؟ بدال ما تقولين أنه نظيف. حبيبتي لو تروحين ريحة الصابون اللي طالعة من ملابسه، ريحة نظافة نظافة. صحيح ما قلت لكم على الفوبيا ماله مال السينما كمان؟ حبيبتي تعالي بقول لك. يعني كتير بس مش من الضربة. من هون مش عم بعرف اكتب شي. طيب بساعدك؟ يا ريت يا ميدو، بركي هيك اذا بسمع صدى صوت حدا تاني بيجوني هالافكار. طب انتي بالذات على اي تفصيلة معلقة؟ انا معلقة على مشهد الانترو. ما بعرف هيك عم فكر بركي منبلش بشاشة سودا بيطلعوا الكلمات اوكي وفجأة مننتقل على الكوكب التاني. حلو كتير. طب وين المشكلة؟ مش عم يطلع معي حوار. بدي شي يوحي بالرومانسية، بالرعب، بالغموض، بالأكشن. بدي الناس تحس بالسسبانس هي وعم تحضر. اوف كل هدول؟ ايه بس عشرت القصة ما بتبين من اول المشهد. بتعرفي والله صعبة قصة الكتابة. انا بالنسبة لإلي ما فيني اكتب ولا مشهد. عن جد الله يعينكم انتو الكتاب. لك لو وقفت بس على القصة هينة. انت شوف ايش بيجيكي بعدين، بتكوني خلصت القصة ومبسوطة فيها واس بيجيكي المخرج. حبيبتي اذا بتريدي فيك تزبطي له هون، شيلي له هالمشهد، تزبطي له هالكلمة. من بعده مين بيجيكي؟ بيجيكي المنتج ومدير الانتاج معه. لا ما فينا، ما معنا وقت، الميزانية ما بتسمح. واضرب من هيك بيجيكي ممثلة مصدقة حالة جديد بتكون طالعة. ليش مشهدي انا اطول من هيديكي؟ وليش مشهدي ما فيه افيات؟ وليش انا هالكلمه مش هيك؟ يعني عن جد الله يساعدنا. يا طولي بالك شوي، شو بك بحتي فرد بحتي؟ خلص رجعي للكتابه وانا رح اعمل لك شي شغله تشربيها اوكي. لا لا تحت امرك يا فندم، هستناكي بقى تقولي لي ايه الجديد من المكالمه اللي جايه. سلام. في مالك دخله بتنفخي ليه كده؟ ولا شيء بس في واحد لاحقني من امبارح لليوم. انت بتقولي ايه؟ ايه ولحقني من باب الفيلا لو وصلت لهون على الباركينج. يعني هو في الجراج دلوقتي؟ ما بعرف. سيبيني عليه بقى. الو مركز الاستشارات الاجتماعيه، معك نور، مين معي؟ سيارتك مصفوفه بقرني غلط. عفوا؟ سيارتك مصفوفه بقرني غلط. مين عم بيحكي؟ هيك بزعل منك كثير. لحاتي تنسيني نور، انا نديم. نديم 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 تبع السنجاب. برافو عليكي، نديم تبع السنجاب اللي تخلصت من هوسي منه بفضلك. وانا بحب لك انه انت مني. هلا انت اللي عم تلحقني نور. انا حبيتك كثير وجبت كل شيء عنك، وانا بكامل قواي العقليه بحب لك انه حابب انت تصيري مرتي. عم تسمعيني؟ عم تفهمي علي؟
انت اكيد جنيت، انا مخطوبه. مظبوط جنيت، جنيت فيكي، وبعرف انك مخطوبه، وخطيبك اسمه حسام وشغال كورال بنايت كلاب. عفوا ما انه شغال كورال، خطيبي مطرب، فهمان؟ ما لا مشكله نور، صدقيني انه انت صرتي الهوا اللي عم بتنفسه، وبموت اذا ما سمعت صوتك، وحلمي انك تضلي معي كل عمري. لا انت اكيد جنيت، جنيت، حل عني اياه. جمعتنا الصبح.